السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه. كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحه وعافيه. كما كتشوفوا اليوم عندي لكم وصفه سهله جدا بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو حويجات الوليدات ساهلين، المدرسه، الكوتي، العشاء. وصفه يعني في 5 دقائق توجديها، اومليت معمر كما كتشوفوا بلادان فيمي او بالكاشير والفرماج. نتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وتبارطاجي الفيديوهات مع الاصدقاء. اخواتي هنا عندنا ثلاثه البيضات على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. ثلاثه كنديروا فيها شويه الملحه، ملح، واحد رشيشه ديال البزار، شويه الكمون، ده الكمون اختياري. نخلطو مزيان ودوك الخلاط اليدوي داك ديال الضو حتى هو باش يطلع لكم مزيان. شويه الزيت، شويه الزبده، ذوبنا الزبده مع الزيت. دابا غادي نديرو البيض، نغطيو على الا عندكم شي غطا، اي غطا حتى كطيب، نقصو العافيه باش طيب حتى من الفوق غادي يطيب لكم. كما شفتو البيض راه خليتو كيطيب، دابا غادي نحكيت الفرماج وجبن فرماج الموزاريلا، وخديت واحد داك لادان دو فومي اولا كاشار اللي عندكم، غادي نقطعو على شكل طولي. هما على الشكل هذا، كيما شفتوا راه العافيه مهيله باش ما تحرقش لكم من التحت. هانتوما طايبه من تحت. كناخذوا داك كاشر اللي قطعنا اولا لادان دو فومي، نستفوه هنايا في واحد النص. تنديروا الفرماج تاع هذا، تنخلطوه بحال هكا، وناخدو فرماج غابي. تناخدو هاد النص نقلبو على هاد النص الاخر بحال هكا. تنبركو عليه باش يدوب، باش يدوب الفرماج وتلصق اومليت. شويه تلصقات صافي، ملي كتساليوها صافي راه تحيدوها من المقله، يعني طفيو على البوطه. تجي لهاد الشكل هذا حمراء اخواتي، اومليت ديالنا كيجي لهاد الشكل هذا، كيبغيو الوليدات، كيجي لذيذ بزاف. نتوما كتقطعوه فرماج دايب، كنقطعوه طريفات. نتوما يعني بحال هاد الوصفات كيبغيو من وليدات المدرسه. نتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم. ما تنساوش اخواتي الا عجبتكم الوصفه ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء. هانتوما كتجي رائعه، راه يبغيوها الوليدات. تشوفوا الداخل ديالها كيجي زوين، وجربوها الوليدات غادي تعجبهم. مع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله.
النجاح والتوفيق للجميع.